وانت بالتأكيد يعني واحد من النجوم اللي مروا باللحظة دي، فكرة انك انت بعد مشوار، بعد نجاحات، وانت من ولاد النادي الاهلي برضو زي ايمن، بعد انجازات كبيرة جدا بتحققها للنادي اللي انت بتحبه وبتنتمي ليه، وانجازات لشخصك برضو، بيجي عليك في يوم من الايام خلاص عارف ان النهارده هو اليوم الاخير، النهارده هو نهايه المشوار جوه المستطيل. وانا زي ما بتفق معاك في الكلام اللي انت قلته، وفكره انه ولاد النادي الاهلي اللي بيحبوا واللي بيخلصوا واللي بينتموا للنادي الاهلي ممكن تنتهي العلاقه في الملعب، لكن الاكيد انه الباب دايما مفتوح. طبعا انا معلش هرجعك للحظات صعبه شويه، يعني هي صعبه على كل واحد قرر انه يودع كوره. فاكر كويس جدا لحظة وداع كابتن محمود الخطيب، كنت صغير جدا طبعا، بس انا الخطيب واحد من الناس اللي حببوني في الكرة، ومش هبالغ يعني لو قلت انه كان من اسباب تشجيع للنادي الاهلي. اكيد فاكر اللحظة اللي ودع فيها كابتن الخطيب، فاكر اللحظة اللي ودع فيها كل نجم حبيته او عشقته لعب في النادي الاهلي المستطيل الاخضر. يوم الوداع ده عليك الجمهور بيبقى قاسي، فما بالك على اللاعب نفسه. طبعا اللحظة دي يعني معلش انا اسف هرجعك ليها، حسيت بايه؟ مشاعرك كانت ايه؟ اللي تفتكره ايه اللي ممكن تقوله النهارده لايمن في يوم زي ده؟ هو انا حاسس بايمن طبعا، وحاسس باللي جواه. ايمن على فكره كاتم دموعه ومش عارف يتكلم، يعني الاحساس ده انا احسه كويس. وكل اللعيبه هتحسه، يمكن انا عشان كمان كنت في النادي الاهلي من وانا صغير زي ما انت قلت. يمكن انا فاكر موقف ليا انا وايمن، كنت انا في استراحه النادي، كان عندها تمرين مع الفريق الاول، كان ايمن صغير لسه، وبعدين جه هو دخل بيهزر، يا جماعه يلا عايزين ننام مش عارف ايه وكده. فاحنا كنا ساعتها عندنا تمرين في الفريق الاول في مدينه نصر، فمريحين في الاستراحه مع الاولاد. ايوه فكان موقف بيني وبين ايمن، يمكن ايمن كمان في ماتشات كتيره جدا كنا نزلنا نلعب ماتشات، كان اللي هو بنمسك ايدين بعض كده، كان صغير. وكمان لعبت معاه في سموحه، ايمن لعيب كبير وشخصيه محترمه جدا، عقليه احترافيه غير طبيعيه، مقاتل برضه طبعا. اللعيبه اللي عندها روح دي عمله نادره طبعا. ما هو انت هو اتربى جوه النادي. أي. يعني شوف كل الناس متاثره، كل الناس العمال اللعيبه كل الناس متاثره بايمن، لان ايمن كابتن نادي مخلص اخلص من هو صغير في النادي. انت عارف يعني ايه اتربيت جوه النادي كيان كبير من وانت عندك 7 سنين 8 سنين زينا كلنا، كلنا عدينا بالمرحله بتاعت ايمن، لكن هي دي سنه الحياه. بتمنى له التوفيق وقيمه النادي الاهلي او اللي هو فيه ده هيحسه بقى لما يروح نادي تاني. وطبعا يعني انا يعني ان شاء الله باذن الله اتوقع كمان تالق لايمن في نادي البنك الاهلي. يمكن ايمن رايح برضو منظومه كبيره، رايح مؤسسه كبيره بيديرها طبعا اللي هو اشرف نصار، الناس المحترمه جدا من الناس اللي هي مؤثرة جوه النادي وكل الناس بتحبه، رئيس نادي البنك الاهلي، العميد حاتم اللي هو مستر محمد عبد المنعم، كل الناس، كابتن احمد شعبان، كابتن مختار، كابتن خليفه، كابتن كريم حسن شحاته، كل الناس اللي موجوده في نادي البنك الاهلي هتساعد ايمن ان هو يتالق. يمكن انا احسه لان انا طبعا شرف لي ان انا كمان اكون موجود في نادي البنك الاهلي من خلال ان انا مسؤول في النادي الاهلي. انت جاي من الصعيد النهارده ولا كنت فين؟ لا احنا كان عندنا اختبارات جايه لنا من الصعيد، يعني احنا قعدنا انا وكابتن احمد شعبان وكابتن خليفه وكل الكباتن، كابتن مختار، كل الناس المسؤوله، رحنا لفينا لفه الصعيد وشرقيه ومنصوره وكل الصعيد بالكامل. على فكره ده حاجه كويسه جدا. طبعا عشان نختار لعيبه، لان انا بقول للناس كلها البنك الاهلي السنه دي القطاع هيبقى شكله كويس السنه دي ان شاء الله. كابتن احمد شعبان طبعا ليه دور كبير جدا. وقبل كل ده طبعا انا بشكر كابتن خالد جد الله ان هو عرفني بالناس دي، وان هو كان جابني نادي البنك الاهلي واتعاملت مع الناس المحترمه جوه نادي البنك الاهلي. فانا شايف ان ايمن انا متاكد ان هو هيتالق، كل اللعيبه اللي موجوده هناك نجوم، منظومه برده كويسه جدا جوه نادي البنك بيديرها اللي هو اشرف. ايمن لعيب كبير، ايمن اكيد متاثر بالاحداث اللي حصلت، لكن في ناس كتير جدا، كابتن شوبير لما مشي، انا لما مشيت، دي سنه الحياه طبعا. اهم حاجه الاستمراريه، اهم حاجه انك تحافظ على اسمك لان انت طالع من نادي كبير زي النادي الاهلي. ايمن ان شاء الله ربنا يوفقه، من الناس المحترمه، ما عملش مشاكل، لعب بشكل اساسي، لعب مصاب كتير جدا، جه على نفسه بشكل كبير، تحمل حاجات كتيره جدا، تحمل ضغوطات. لما قعد مع مستر كولر اكيد دي وجهه نظر تحترم، ولكن ايمن محترف وشخصيه كويسه، ان شاء الله ربنا يوفقه في نادي البنك الاهلي باذن الله. هاكي حراسه المرمى في نادي الاهلي، وانت موجود معايا لازم اسالك، واحد ميشيل يانكو والدور طبعا اللي بيقوم بيه الحقيقه مع حراسه مرمى نادي الاهلي في كتير من المطبات الصعبه. خد بالك الموسم ده
حراسة مرمى نادي الأهلي تعرضت لكتير من الظروف القاسية أو المطبات الصعبة اللي ممكن في فريق تاني كان ممكن تأثر على مشوارها في مختلف البطولات. الشناوي ظهر طبعا بشكل أكتر من رائع رغم أنه تعرض لحملات من الهجوم والانتقاد في توقيت صعب، وقدر يرجع ويثبت أنه حارس مرمى مصر الأول. علي لطفي الحقيقة اللي في كل مناسبة، مش بس الموسم ده، في كل مواسم علي لطفي من الحراس اللي رغم ابتعادهم عن المشاركة بشكل أساسي إلا أنه في كل اللحظات، أعتقد دي يمكن ما حصلتش قبل كده، في كل اللحظات اللي احتاجوا فيها النادي الأهلي ظهر بشكل أكتر ومستوى أكتر من رائع. مصطفى شوبير الحارس الثالث لو أنتوا بترتبوهم يعني هتلاقيه ظهر في واحدة من أصعب المواقف والمناسبات على يعني على أكبر حراس مرمى، أنه يجي من بعيد يلعب ماتشات مهمة في بطولة بحجم دوري الأبطال في منافسة مع الوداد المغربي ويقدم مستوى بالشكل ده. حمزة علاء وإن كان ما شاركش مع الأهلي لكن ظهر بمستوى رائع مع المنتخب الأولمبي في بطولة أفريقيا، فلازم أدي كريدت لحراس مرمى النادي الأهلي ولازم أدي كريدت لميشيل يانكون. الحقيقة رأيك إيه في حراس مرمى النادي الأهلي وفي مستقبل حراسة المرمى الموسم اللي جاي؟ زود عليهم بقى مصطفى مخلوف، يعني من الحراس بسمع عنه كلام كتير يعني جدا. مصطفى مخلوف من الحراس الممتازين الموهوبين ونفس نفس الشيب بتاع الشناوي. انا اتسالت كتير جدا يا احمد في البدايه ان على حراس المرمى، قلت ان الاهلي مش محتاج قبل ما علي يلعب ومصطفى شوبير نشوفه وقبل ما حمزه علاء يلعب مع المنتخب. انا قلت ان النادي الاهلي عنده حراس مرمى مميزين جدا، محمد الشناوي رقم واحد بيلعب بشكل كويس بقى له 4 5 6 سنين بشكل اساسي مع منتخبه ومع النادي الاهلي في كل البطولات. علي لطفي زي ما انت قلت كل ما بيبعد، يمكن انا مريت بده، يمكن الحضري كان بيلعب بشكل اساسي بس الحمد لله لما كنت بلعب كانت الناس تقول لك امير مهما يبعد ومهما يروح اكيد لما الفرقه بتحتاجه ببقى موجود وبادي بشكل كويس وبهدوء. ليه؟ مركز مستني الفرصه، هتجيله هتجيله مش مستعجل. شوبير شفناه في كاس النخبه وشفناه في كاس مصر وشفناه في دوري ابطال، دوري ابطال في ماتش مهم ضد فريق مهم على ارضك، ماتش صعب قوي. وخلي بالك مصطفى كمال عمل انقاذ هايل، فرق في نتيجه اللقاء، الانفراد صحيح اللي عمله فرق في نتيجه اللقاء هنا وهناك، حتى في الماتشات اللي ظهر فيها في الدوري برده كان ليه دور كبير جدا طبعا. يعني حسينا بوجود انه في حارس ثقيل واقف ورا معوض غياب علي لطفي ومحمد الشناوي. بالظبط، حمزه علاء احسن حارس في افريقيا تحت ولد تحت 20 سنه ولد. عندك مصطفى مخلوف كان منتخب شباب. فانت بتتكلم في كل اللي موجودين منتخبات، وبالمناسبه مصطفى شوبير كان في منتخب مع او ضد تدعيم مركز حراسه المرمى في النادي الاهلي؟ لا ضد طبعا، ضد طبعا، لان انا طبعا يعني انا بقول ان هم حراس ممتازين، وفي انديه كان فيها حراس مرمى 4 5 حراس مرمى اسامي كبيره، فطبعا حصلت مشاكل كبيره جدا. هرجع لمستر ميشيل يانكون، طبعا من الناس المحترمه اللي مركزه اللي مجهز كل الحراس في اي وقت في اي وقت في اي زمان هتحتاجه. هو دوره مهم جدا، راجل محترم عنده خبرات، بيعامل كل الحراس بشكل كويس. انت لو شفت العلاقه يا احمد، يمكن ناس كتير مش حاسه بده، العلاقه بين الحراس الاربعه او الخمسه دول علاقة أخوية محترمة. لقطة الشناوي مع شوبير في لحظة التتويج بدوري الأبطال تأكد على الكلام اللي أنت بتقوله. طبعا طبعا أنا بقول الكلام ده قبل كمان ما اللقطة دي تحصل، ولا الشناوي بيعملها عشان ناخد اللقطة ولا مصطفى شوبير بياخدها عشان صحيح. هم إخوات مع بعض، يعني دايما يقولوا لبعض أخويا أخويا مش كابتن، أخويا أخويا. فدي حاجة كويسة جدا، أتمنى لهم التوفيق، لأن هم طبعا أي حد فيهم حارس ممتاز يشيل فرقة لو هو راح فيها أو نشيل نادي لو راح فيه. فبشكر ميشيل يانكون، بشكر كل الجهاز الفني بصراحة، وبشكرهم على البطولات وعلى التعب اللي هم تعبوه، الإدارة طبعا كابتن الخطيب ومجلس الإدارة، الجمهور العظيم اللي حوالين اللعيبه، اللعيبه اللي موجوده بشكرهم جدا، كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سامي امصان، حتى عم حارس، كل الناس المسؤوله اللي موجوده بشكرهم، لان هم تعبوا كتير جدا وفرحونا، وان شاء الله بتمنى لهم التوفيق في البطولات اللي جايه باذن الله. ان شاء الله مبروك موسم اكثر من ناجح، مبروك الاعلان على اولى صفقات النادي الاهلي النهارده امام عاشور، وبالتاكيد في صفقات ثانيه يا احمد، بالتاكيد طبعا في صفقات ثانيه، ما فيش شك في صفقات، نتمنى ان شاء الله باذن الله انها ترضي طموحات جماهير النادي الاهلي. ثق تماما، ثق تماما انه اداره النادي وكل العاملين في النادي وسكواد النادي الاهلي ومستر مارسيل كولر اللي بعتبره انا شخصيا بعتبره، في كتير حتى من الضيوف اللي بيشرفوني على شاشه الاهلي بيأكد انه صفقة مارسيل كولر ممكن تكون اهم صفقة ممتاز ابرمها النادي الاهلي الموسم الحالي، لكن ده الحقيقة فتح النفس، فتح الشهية
رفع سقف الأحلام والطموحات لموسم جاي. خلينا نتكلم عنه بالتفاصيل فنيا بعد ما أشكر طبعا نجم نادي الأهلي كابتن أمير عبد الحميد على وجوده معنا. مكملين مع حضراتكم ضيوفي أحمد ثابت، كريم سعيد، هيكونوا معايا في البيت الكبير، لكن بعد الفصل. نورت الدنيا أمير، بشكرك شكرا جزيلا وألف مبروك مرة تانية. شكرا يا محمد، ومتشكر جدا سعيد أنا كنت معاك النهاردة. بقول لكابتن إسلام ألف سلام عليك. ألف سلام يعني بتمنى لك التوفيق، بتمنى كل الجمهور النادي الأهلي والنادي الأهلي عامة بشكل عام كل التوفيق، وأنا ببقى سعيد جدا لما أكون في قناة الأهلي معك. شكرا لك. شكرا.